واشنطن ينضم إلينا مراسلنا زايد بنيامين. زايد، حديث الخارجية الأمريكية عن استعداد لرفع العقوبات، هل هو تغير أو بداية تغير في الموقف الأمريكي؟ نعم وائل، طبعا حديث نيد برايس استقبل هنا في الكونغرس خصوصا على أنه تغيير إيجابي تجاه المفاوضات الحالية الجارية في فيينا، ولكن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تحدث عن أن العقوبات التي سترفع هي العقوبات التي أعيد يعني فرضها على إيران على خلفية برنامجها النووي الذي انسحبت أو على خلفية الانسحاب من الاتفاق النووي، وبالتالي هي عقوبات تتعلق بالبرنامج النووي فقط وليست أي عقوبات أخرى مثل العقوبات التي تتعلق بالإرهاب أو حتى ببرامج الصواريخ الباليستية وحقوق الإنسان وما إلى ذلك. نيد برايس خلال المؤتمر الصحفي تحدث عن أن هذا هو الموقف الطبيعي، بأن الولايات المتحدة قالت منذ البداية أنها مستعدة لرفع هذه العقوبات حالما يكون هناك يعني رد فعل من قبل السلطات الإيرانية، لكنه أيضا في نفس الوقت وصف المحادثات بأنها صعبة وبأنها تحتاج إلى وقت طويل وأنها لن تحدث تغييرا استراتيجيا خلال الفترة المقبلة، ربما في إشارة إلى أنه هناك حاجة فعلية إلى الجلوس وجها لوجه في فيينا والعمل معا. ولكن من حيث المبدأ الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات التي تتعلق فقط بالبرنامج النووي، وهذا ما أصر عليه نيد برايس خلال المؤتمر الصحفي أمس. ولكن زيد، الولايات المتحدة وإدارة بايدن كانت تصر أنه لا رفع للعقوبات إلا إذا عادت إيران للامتثال للاتفاق النووي، هل هذا الشرط أسقط الآن؟ لا لا لا، الشرط ما زال موجودا، وقال وبكل وضوح بأنه لن يكون هناك تقديم مجاني لأي حافز لإيران، هذا كان واضحا في حديث الأمس، ولكنه مجرد الحديث عن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، ربما هذا الحديث الذي هو ذكر لأول مرة بالمناسبة، ربما أنه ذكر هذا قد يكون إيجابيا، ولكن نيد برايس كان واضحا بأنه لن تقوم الولايات المتحدة بخطوة أحادية، وأن يجب أن يكون هناك يعني من حيث المبدأ هي تقبل المناقشة في هذا الإطار، مناقشة رفع هذه العقوبات، ولكن لن تقبل بخطوات يعني أحادية كما قال نيد برايس. زيد بنيامين في واشنطن، شكرا جزيلا.